خلوني بس اقول لحضراتكم بيان هام الحقيقه قاله النادي الاهلي او نزله النادي الاهلي على صفحته الرسميه الان او منذ قليل. يعني الاهلي يتسلم، انا الحقيقه مش عارف قبل، بس خليني اقرا البيان الاول. الاهلي يتسلم 2500 تذكره فقط ويطلب تدخل السفاره المصريه لحل ازمه جماهيره غدا. طلب كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الذي يترأس بعثة الفريق الكرة بالمغرب من السفير ياسر عثمان سفير مصر في المملكة المغربية بتكثيف التواصل مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل وتأمين دخول جماهير النادي الأهلي في مباراة غدا مع الوداد في نهائي دوري الأبطال والتي تقام على مركب محمد الخامس. جاء ذلك في إطار التنسيق الكامل مع السفارة المصرية ونظرا لتدفق جماهير الأهلي من مختلف الأنحاء لحضور المباراة في الوقت الذي لم تتسلم فيه البعثة سوى 2500 تذكرة فقط من 10,000 تذكرة التي خصصها الكاف للنادي. وقد بذلت بعثة النادي الأهلي جهدا كبيرا في التواصل مع مسؤولي الكاف واللجنة المنظمة للمباراة خلال الساعات الماضية للحصول على بقية التذاكر، لكن لم تتلقى أي استجابة، وباتت هناك أعداد كبيرة من الجماهير المصرية في حاجة إلى تذاكر لدخول المباراة. لذا جاء تواصل رئيس الأهلي المبكر مع السفارة المصرية لتفادي أي أزمات عند دخول الجماهير غدا والعمل على تأمين سلامتها في نفس الوقت. إذن النادي الأهلي يعني برضو الواحد بيشوف حاجات غريبة جدا. زي ما قلت لكم، هل هناك اتجاه معين ضد النادي الأهلي؟ أنا مش هقول إن هو مع حد، ولكن أنا هقول هل هناك اتجاه معين ضد النادي الأهلي؟ النهاردة يتم تسريب خبر إن أصل حتى لو الفار ما تشتغلش. يعني إيه الفار ما اشتغلش؟ أنا مش فاهم. هل من الممكن أن نصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ نهائي دوري أبطال إفريقيا، البطولة الأعظم والأهم في تاريخ كرة القدم الإفريقية، ممكن أوصل للنهائي والفار يحصل له حاجة؟ دي تبقى مصيبة، دي تبقى مصيبة طبعا.